يشهد سوق السيارات المستعملة بفرج وركودا بسبب نقص الإقبال على شراء السيارات بمختلف أنواعها رغم وجود الكثير منها المعروضة للبيع. سوق فيه واليه المضيف، المضيف غالي، المعاود شوية على المشي على الكونتور على كل حاجة على الطوموبيل. اليوم تبيع طوموبيل تحب تشري طوموبيل ما تقدرش تشري طوموبيل، فوالا وباه تشري طوموبيل كيما تاع قادر تزيد 50 مليون 60 مليون. إيه دوكا اختي حنا ود الشعب نزيدو على بعضنا ولا كيفاه؟ انا نجي نشري عليك، هذا يجي يشري عليك، انا وهذا نوليو نتنافسو. خويا مول الدور الكبير يدك يا اخي، هكذا هذا شغل الدلاله هكذا تولي في السوق. الاسعار المرتفعه في اسواق السيارات المستعمله تقابلها في الجهه الاخرى عدم توفر السيارات الجديده مع طول مده انتظارها. كاش طوموبيل اللي تعجبك تحلى في عينك فوق 120 130 تروح تشري من لا ميزون يقول لك تستنى 6 شهور عام. دي الطوموبيل تيخرجوا بالمعرفه، تروح تدفع 50% وتستنى عام. بصح نهار تروحي باش يليفريو لك كروستك كاين دي فري وحدين اخرين زيد تخلصيهم اون سباس يقول لك 11 مليون، خلص لي الباش ب 3 مليون، خلص لاطلاج ب 3 مليون، الباش برا يدير 500,000، لاطلاج برا يدير 500,000 ولا مليون ماكسيموم، تخلصيه ب 3 ملايين، تخلصي الباش ب 3 ملايين، تخلصي الطابيات ب 500,000 برا يديروا 100,000، تلقاي الحساب 11 مليون دفرسيها اون سباس، هذا تحايل ولا وشنو؟ فمع انخفاض قيمة الدينار أصبحت أسعار السيارات باهظة وامتلاكها حلم صعب المنال في ظل الظروف الراهنة.